ما زلنا متواصلين معاك كابتن محمد الليسي، معانا عبد الله بكري. يعني نقول لك النهارده مبروك الفوز، 3 نقاط غاليه. الحمد لله، والله الحمد لله على المكسب ده، بهديل جمهورنا برو ولاعيبتنا برو ومجلس الاداره، كل الناس جت ورانا، والحمد لله على المكسب. اللعيبه رجاله، وطبعا اخويا الكبير الاسد نجم الماتش النهارده احمد حسن، فبهدي ان شاء الله وربنا معايا ان شاء الله. طبعا معانا طبعا احمد حسن نجم المباراه النهارده، حارس مرمى فريقنا بارو. احمد حسن نقول لك 3 نقاط غاليه ومبروك الفوز. الحمد لله، واحنا بشكر الكابتن محمد الليسي والضيوف اللي معاه وقناه الدي ام سي، وبشكر جمهور نابارو ومجلس الاداره اللي جم ورانا، والحمد لله على الفوز. احمد، شايف المباراه النهارده ان انتوا كابتن علاء نوع تعليماته حققته اللي انتوا عايزينه، 3 نقاط غاليه؟ طبعا احنا جينا اتمرنا تمرين قبل الماتش، كابتن علاء حفظنا على شويه حاجات، وانا الحمد لله اللعيبه كلها رجاله وبشكرهم، وبهدي الفوز ده لكابتن عاطف خضر مدرب حراس المرمى. كلمه لجماهير نبارو توجهها لمين لاحمد حسن النهارده، والفرحه الكبيره اللي شفناها بعد نهايه الفرحه؟ هديها لوالدي ووالدتي وزوجتي واولادي. شكرا. كابتن محمد الليسي، يمكن دي كانت اجواء ما بعد مباراه طبعا نبارو والمنصوره من ملعب مركز الشباب. عوده للاستوديو من جديد ومع الكابتن محمد الليسي. شكرا يا محمد، شكرا جزيلا.